يقدم مركز رواد دورة تعليم المونتاج على برنامج After Effects من البداية حتى الاحتراف. مضمون الدورة: التعرف على واجهة البرنامج وكيفية استخدام الأدوات، بالإضافة إلى إدخال ملفات والتعامل معها، ومزامنة الصوت مع الصورة باحترافية، وكيفية استخدام الماسك وأدوات الحركة، وتعليم كيفية عمل إنترو، وأيضاً تعديل ألوان الفيديوهات والصور، وتعليم استخدام الجرين سكرين باحترافية، وتعليم مونتاج الأفلام القصيرة، وتعليم تنفيذ العديد من الخدع، واستخدام المؤثرات البصرية والصوتية لأفلام الأكشن. مدرب الدورة محمد نور الأحدب. رسم الدورة 19,000 ليرة سورية. للاستفسار والتواصل بإمكانكم الاتصال على الأرقام التالية. يطلب الدورة الأولى 3 دورات: دورة صناعة الأفلام الوثائقية والهندسة الصوتية، دورة تحريك الشخصيات الكرتونية، دورة صناعة الموشن جرافيك والفيديوهات الدعائية. مدة الدورة 18 ساعة تدريبية خلال 9 جلسات.